أيضا فرصة للذكر بأن هم الأمة واحد، وأن فلسطين كانت ولا تزال قضيتنا المركزية، وأن ما يتعرضه إخواننا في غزة سيبقى وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الذي كثير ما تغنى بحقوق الإنسان، والذي يقيم الدنيا ولا يقعدها إذا تعلق الأمر بغير فلسطينيين، ويصمت أمام الجرائم الإنسانية وحرب الإبادة الذي يتعرض لها إخواننا في غزة وفي فلسطين. نردد بكل المواقف التي صمتت والتي وقفت إلى جانب الكيان الصهيوني، ونحيي كل أصحاب الإرادات الحرة في تلك الدول الذين قاموا وعبروا عن تنديدهم بتلك الممارسات، والحمد لله أن هناك العديد من الضمائر الحرة التي عبرت عن موقفها والتي أظهرت شرعية نضال الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة.